نحن نذهب العلم عند الله أن الواحد القهار هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإن كان في المسألة خلاف معروف بين العلماء والجمهور على أنه الحي القيوم، لكن إن صح تحرينا لآيات القرآن فإن الواحد القهار هو اسم الله الأعظم. ذلك لأنك لو تأملت هذا الاسم لوجدت التالي: عندما نقول إن الله رحيم، نحن كذلك منا من يرحم من هو دونه، وعندما نقول إن الله رؤوف، نحن كذلك منا من هو يرأف من هو دونه، ونقول إن الله جل وعلا يحسن، فكذلك منا من يحسن إلى غيره، مع الفارق العظيم ما بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. لكن لا أحد يمكن أن يطلق عليه إنه الواحد، لا شيء يماثله إلا الله. ثم كل المخلوقين مقهورون من وجه ما، قهر الله خلقه كلهم بالموت، فكل أحد يصدق عليه قول مقهور، ولو كان جبرائيل أو محمد أو أولي العزم من الرسل عليهم السلام جميعا. لكن لا يمكن أن يكون هذا في حق